معنا من عمان لينا قنوع وهي محللة أسواق مالية في مجموعة أكويتي. أهلا بك سيدة لينا. يعني طبعا نسمع كلمة جونسون الآن وهو يعني يقارن بأزمة كوفيد 19 كأسوأ أزمة منذ الأزمة أو منذ الحرب العالمية الثانية. دعينا نتحدث قليلا عن الأسواق الأوروبية والعالمية التي تفتتح بالكثير من الإيجابية اليوم، وسنعرج تباعا على أسعار النفط، ولكن نبدأ من الأسواق العالمية. نعم، صباح الخير نور. نبدأ بالأسواق العالمية. بالفعل هناك نوع من الإيجابية سواء على الأسواق الأوروبية والأسواق العالمية نتيجة بداية الحديث عن فتح الاقتصاد جزئي وخصوصا في الدول الأوروبية، وأيضا حديث الولايات المتحدة الأمريكية أنه بعض الولايات ستفتح أبوابها للاقتصاد ولقطاع الأعمال التجاري وأيضا على الصعيد الاجتماعي. كل هذا بالتالي يدعم الأسهم الأوروبية والأسهم العالمية، الأسواق الأمريكية بهذه الارتفاعات، لكن هذا متوقع على المدى القصير، لكن على المدى الطويل لا أتوقع ذلك. الأسهم الأمريكية مثلا سوف وأيضا الأسهم العالمية بشكل عام سوف تستمر بالهبوط. لماذا؟ لأن تأثيرات فيروس كورونا قد أضرت بشكل كبير اقتصاديات دول العالم. نحن نتحدث عن يعني نتائج شركات سوف تظهر مخيبة للآمال، توقعات أن تكون متراجعة، خاصة يعني هناك كثير من الشركات سوف تعلن عن نتائجها المالية. 173 شركة بS&P 500 سوف تعلن عن أهم الشركات أمازون، فيسبوك، وكثير من الشركات بأن تكون متراجعة بأكثر من 16% توقعات نتيجة أزمة فيروس كورونا، وتوقعات أيضا للشركات النفطية بأن تكون متراجعة بأكثر من 60% بسبب التأثيرات تراجع أسعار النفط. فبالتالي هناك احتماليات هذا التراجع. بالنسبة إذا أخذنا مثلا الأسواق الأمريكية، التوقعات أو الموجة الهابطة تعود لأن مبنية الآن على الأسعار العادلة للسهم، يعني المؤشر السعر العائد المحتمل. يعني إذا نظرنا لمؤشر الستاندرد أند بورس 500 وأعلى مستوى وصل إليه هو في 3400 نقطة في شهر فبراير، وإذا قارنا بأدنى مستوى له في 23 من مارس عند 2183 نقطة. يعني بالتالي هناك يعني ما زال نتحدث عن هذا المؤشر هو مرتفع، يعني ارتفاعات المؤشر بالنسبة بحسب يعني ما تقوله بلومبرغ مؤشر السعر إلى العائد المستقبل ارتفاع نتيجة الاعتماد على توقعات نتائج الشركات والعوائد من تلك الشركات المخيبة للآمال. نعم لينا، سنراقب يعني هذه النتائج هذا الأسبوع تباعا عندما تظهر، ولكن كما ذكرتي ويعني الأرقام تشير أنه العقود الأجلة الأمريكية أيضا تنذر اليوم بافتتاحية خضراء كما هي الحال في باقي الأسواق العالمية. دعينا نتكلم قليلا عن أسعار النفط التي عادت لتتراجع بشكل كبير. يعني اليوم برنت يعود إلى مستويات $20، والعقود الآجلة بالنسبة لنفط WTI خام WTI لعقود يونيو أيضا تتراجع بشكل كبير، اليوم أقل من $15 في آخر تحديث. إلى أي مدى ستستمر هذه التراجعات لينا؟ نعم، برأيي هذه التراجعات مستمرة رغم بعض الارتفاعات التي شهدناها خلال الأسبوع الماضي نتيجة الحديث عن أنه الكويت التزمت سوف يعني تبدأ بتخفيض إنتاجها أو إمداداتها النفطية بما متفق عليه بأوبك بلس، لكن يظهر أنه المشكلة أكبر من ذلك. نتحدث نتيجة كما ذكرنا سابقا ونقول أنه أثر فيروس كورونا بشكل كبير على الاقتصاديات، وعدم فتح الاقتصاديات ونسبة التعافي سوف تبقى نسبية لاقتصاديات دول العالم. نحن نتحدث عن أزمة في الطلب نتيجة يعني أزمة أصبحت في التخزين، لا يوجد أي مخزون أماكن للتخزين. نتحدث عن في كوشنج في أوكلاهوما أصبحت سعة التخزين كبيرة جدا، يعني هناك الحديث عن خطوط أنابيب لم بدأت تقول أنه لا نستطيع أن نأخذ النفط، يعني لا يوجد أماكن للتخزين. في أيضا بالنسبة لبرينت سواحل وبواخر للسفن مستودعات عائمة لا يوجد أيضا أماكن للتخزين، يعني نتيجة الفائض في العرض وأيضا المستوى الانهيارات
في الطلب المتوقع من 20 إلى 30 مليون طلب، حتى لو أن أسعار وبالتالي لينا ستستمر الأسعار في الهبوط برأيك حتى يعود الطلب ليتعافى، يعني كل الاتفاقات لتخفيض الإنتاج لن تجدي في هذه الأثناء. نعم لن تجدي في هذه الأثناء أي نفع، رغم أنه رح يحتاج فترة زمنية كبيرة جدا حتى يعني يعود الطلب على ما هو عليه، بالتالي لأن يوجد انهيار كبير في الطلب ويعني فائض في المعروض، فنتوقع بذلك استمرار الهبوط، ولو حصل ارتفاعات وعودة الارتفاعات ستحتاج إلى فترة زمنية طويلة، ويحتاج أتوقع أنه يجب أن يكون هناك بعض الدول سوف تقوم بوقف إنتاجها، ربما يكون هو الحل وربما هو يعني الفريد من نوعه، لن يحصل ولكن ذلك. ولكن كما نعلم هذا لهذا سيكون تداعيات كبيرة يعني في المستقبل إذا ما أرادوا استئناف الإنتاج. على كل شكرا لك لينا قنوع، وأنت محللة أسواق مالية في إكويتي جروب، فشكرا على كل هذه التحليلات.